أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: خرج رجل في إحدى القنوات الفضائية يسمى الجفري، ويدعي أنه صوفي معتدل، ويلمز هيئة كبار العلماء وأنهم رفضوا. صوفي منحرف، أو معتدل، صوفي منحرف قبوري والعياذ بالله. نعم. يقول سلمك الله أنه زعم أنه معتدل. نعم. ما في شك، كل واحد يبي يمدح نفسه. نعم. ولمز هيئة كبار العلماء وزعم إبليس أنهم إبليس ماذا قال لآدم؟ قاسمهما إني لكما لمن الناصحين. إبليس يقول لآدم وحواء أنا لكم من الناصحين، وهذا ما هو بعيدا عليه، أنه يقول أنا معتدل وأنا أي. نعم. العبرة ما هي بقولها، العبرة بأفعاله، هو ما يقوله وما نعم عقيدته الخبيثة. نعم. وزعم أنه صوفي معتدل، ويزعم أنه حاول مقابلة هيئة كبار العلماء ورفضوا، وأنه يطلب مناظرتهم إلى آخر سؤاله. طيب، ما دام أنه معتدل ليش يلمز العلماء؟ اللي معتدل ما يلمز العلماء، يثني على العلماء ويقابلهم ويأخذ مما عندهم ويبين لهم ما عنده، دل على أنه ما هو معتدل، على أنه منحرف. نعم.